طيب دلوقتي هنروح سريعا لزميلنا العزيز محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر، موجود دلوقتي في الإدارة العامة للمرور، هينقل لنا آخر أخبار الشوارع والمحاور الرئيسية في العاصمة المصرية. صباح الخير عليك يا حسام، وصباح الخير عليك جمانة، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور في فقرتنا المرورية. هنكون معاكم النهاردة نشوف آخر أخبار الشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى، وخليني أبدأ مع حضراتكم من خلال طبعا الكاميرات المثبتة للإدارة العامة للمرور في المحاور المختلفة. خليني أبدأ مع حضراتكم بأحد المحاور الهامة وهو محور 26 يوليو. هنبدأ محور 26 يوليو من أعلى نقطة وهي أعلى السودان. أعلى السودان هنا هنشوف إن احنا بنشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، سواء الاتجاه المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر أو الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان أو كوبري 15 مايو، فهيكون في سيولة مرورية في الاتجاهين. دايما الكثافة في محور 26 يوليو هتكون في ميدان لبنان. ميدان لبنان زي ما حضراتكم شايفين نظرا للاتجاهات الضيقة في هذا المحور القادم من مدينة 6 أكتوبر وهيكون متجه إلى كوبري 15 مايو تحديدا في منطقة ميدان لبنان، هيكون في بعض الكثافات اللي موجودة في هذا الاتجاه. لكن نحب نطمن حضراتكم بالنسبة اللي هيكون متجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون في سيولة مرورية في منطقة ميدان لبنان، بالنسبة للاتجاه المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر فهيكون في سيولة مرورية. أيضا المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر بالقرب من مدخل زايد هيكون في طبعا سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه، المتجه إلى مدينة الشيخ زايد أو اسكندرية الصحراوي هيكون طبعا في سيولة مرورية. أيضا الاتجاه الآخر القادم من مدينة 6 أكتوبر وبالقرب من مدخل زايد هيكون أيضا في سيولة مرورية تامة في جميع الاتجاهات. بالنسبة اللي متجه إلى اسكندرية الصحراوي حابين إن احنا أيضا نطمئن حضراتكم بالنسبة للمتجه إلى البوابات في طريق اسكندرية الصحراوي هيكون أيضا في سيولة مرورية في الاتجاهين، الاتجاه المتجه إلى بوابات اسكندرية أو الخارج من بوابات اسكندرية ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر والجيزة هيكون في سيولة مرورية في الاتجاهين. من طريق اسكندرية الصحراوي هنتجه إلى طريق آخر بالنسبة للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر وهو طريق الواحات، وهو بيكون أحد الطرق الهامة اللي موجودة. بالنسبة لهذا الاتجاه هو اللي هيكون متجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون طبعا في سيولة مرورية موجودة، نزلة ميدان الرماية أيضا هيكون في سيولة مرورية موجودة، والمتجه إلى نزلة الصحراوي أيضا بنشهد انسيابية مرورية في هذا الاتجاه. والاتجاه الآخر القادم من طريق الواحات مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى الجيزة وشوارع جامعة القاهرة أيضا هيكون في سيولة مرورية، القادم من مدينة 6 أكتوبر عن طريق الواحات هيتجه إلى أيضا طريق المريوطية وهو الطريق الآخر اللي موجود معانا. من طريق المريوطية هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى الطريق الزراعي، والاتجاه الآخر أيضا اللي هيكون متجه إلى ميدان الرماية أو العكس في مدينة 6 أكتوبر، هنا طبعا هيكون منزل المريوطية. القادم من مدينة 6 أكتوبر وحابب إن هو يتجه إلى المعادي أو التجمع هيتم الاتجاه نحو منزل المريوطية، فبالتالي حابين إن احنا ننتقل إلى منزل المريوطية علشان نعرف أخبار الاتجاهات في منزل المريوطية. بالنسبة للقادم أو المتجه إلى المعادي والتجمع والمنيب والبحر الأعظم هيكون في سيولة مرورية زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، والاتجاه الآخر أيضا القادم من المعادي والتجمع ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون في سيولة مرورية، ودايما بننصح بإنه يتم الاتجاه نحو منزل المريوطية بالنسبة للقادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى المعادي والتجمع فهيكون في سيولة مرورية في الاتجاهين. من منزل المريوطية هنتجه إلى منزل الصعيد تحديدا في منطقة المنيب. منزل الصعيد زي ما حضراتكم شايفين هو يعني هو أولا له أهمية كبيرة جدا لأنه بيتم من خلاله الاتجاه نحو المعادي وحلوان وطريق الجيش، فبالتالي هنا بيكون طبعا في بعض الكثافات في هذا الاتجاه تحديدا المتجه إلى المعادي وحلوان بسبب طبعا الأعمال الإنشائية الموجودة التوسعية في الطريق الدائري. لكن في الاتجاه الآخر اللي هيكون جاي من المعادي
وحلوان ومتجه إلى البحر الأعظم أو متجه إلى المنيب، فهيكون في سيولة مرورية رغم وجود الأعمال الإنشائية، لكن احنا دايما بنكون في كثافة في هذا الاتجاه المتجه إلى المعادي والتجمع. بالنسبة للي هيكون متجه إلى البحر الأعظم من المعادي أو التجمع زي ما حضراتكم شايفين بالانتقال إلى البحر الأعظم، يعني دايما يعني بقالنا كام يوم بنشهد في سيولة مرورية في البحر الأعظم سواء القادم من المعادي والتجمع ومتجه إلى منزل البحر الأعظم. وبالمناسبة منزل البحر الأعظم بقى شغال دلوقتي بعد ما كان مغلق لفترة بسبب الأعمال التوسعية والإنشائية اللي موجودة، لكن حاليا منزل البحر الأعظم بقى شغال بشكل طبيعي جدا. وأيضا الاتجاه الآخر اللي هيكون متجه إلى المعادي والتجمع قادما من المنيب أو من البحر الأعظم، فهيكون في سيولة مرورية أيضا على هذا الطريق. بالنسبة للمتجه إلى التجمع أو المعادي من البحر الأعظم هيكون متجه ناحية طريق الأوتوستراد، فناحية طريق الأوتوستراد هيكون في سيولة مرورية بنشهدها سواء الاتجاه المتجه إلى صقر قريش والجيزة أو الاتجاه الآخر المتجه إلى التجمع والمعادي، فإحنا هنا بنشهد في سيولة مرورية تامة في هذا الطريق، وهو طريق أيضا حيوي مهم جدا بالنسبة للمتجه إلى المعادي والتجمع، فبالتالي في سيولة مرورية في أغلب الطرق اليوم باستثناء طبعا ميدان لبنان بالنسبة للقادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى كوبري 15 مايو. وأيضا بالنسبة للمنزل الصعيد بنحب طبعا نحن نوجه السادة المشاهدين بضرورة الالتزام بالسرعات المرورية المحددة والسير في طبعا الحارات المرورية المخصصة للسيارات. دي كانت متابعتنا النهاردة للحالة المرورية من داخل الإدارة العامة للمرور. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، برجع لكم في الاستوديو جومانا وحسام مرة تانية. شكرا جزيلا يا محمود. كان معنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر من مقر الإدارة العامة للمرور. شكرا جزيلا ليك.